هي موطن 10% من أنواع الكائنات الحية على الأرض، وكانت إلى حد قريب موطن آخر السكان الأصليين الذين كانوا يعيشون بمعزل عن البشر كما اعتادوا منذ آلاف السنين. كيف أصبحت غابات الأمازون مثالاً على نتائج اجتثاث الغابات التي زادت وتيرتها في عهد الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، أو ترامب الاستوائي كما يلقبه كثيرون، والذي يلتقي مع ترامب الأمريكي في إنكار التغير المناخي وتبعاته؟ بعد تولي بولسونارو السلطة، وصلت حرائق إزالة الغابات ذروتها في الجزء البرازيلي من الأمازون، وهي حرائق غالباً ما تكون مفتعلة بقصد التوسع على حساب الغابات المطيرة، بل وزادت بنسبة 150% فقط في الأشهر الأخيرة له في سدة الحكم. بولسونارو، ورغم خسارته الانتخابات الأخيرة، إلا أنه حظي بأغلبية أصوات البلديات التي تزيد عن 250 بلدية فيما يعرف بقوس إزالة الغابات في الأمازون، وهي المنطقة التي يتواجد فيها أنصاره من المزارعين ومنتزعي الأراضي الذين ينظمون عمليات حرق الغابات الواسعة. السكان الأصليون في تلك المناطق كانوا على خط المواجهة دوماً مع سياسات بولسونارو الذي كان يدعم وقف توسيع محمياتهم الطبيعية، واتجه هؤلاء السكان إلى مقاضاته ودعم الإطاحة به خلال فترة حكمه بعد أن أصبح حيزهم الجغرافي في خطر، وبعد تراجع القوانين التي تحمي مناطقهم من حرق الغابات والتنقيب عن المعادن. هذه المشاهد النادرة كانت لمن يعرف برجل الحفرة، وهو الناجي الأخير والوحيد من قبيلة غير معروفة كانت تعيش في غابات الأمازون البرازيلية، والتي شهدت عمليات إبادة قبل عقود على يد داعمي إزالة الغابات. وقد توفي هذا الرجل قبل أشهر في موطنه الأصلي الذي يتعرض الآن للزوال.